ياما راح نسمع بشاير طول يوم صابر، ما بقاش على الجسر غادر ماشي بيتسلى، وما بقاش على التل غيرنا والحبايب بتنصرنا، يا حمام انزلي في خيرنا والقط والغلة. دي الكلمات اللي كتبها الشاعر الكبير صلاح جاهين، وغنتها المطربة أحلام، ولحنها الموسيقار محمود الشريف، وذكر فيها اسم أم صابر. مش بس الأغنية هي اللي خلدت اسم الست دي، لكن كمان في قرية أنشئت باسمها في مركز بدر بمديرية التحرير بمحافظة البحيرة، بقرار كمان من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ده غير مسجد كمان بيحمل اسمها. فيا ترى ايه حكاية الست دي وليه كل التكريم ده؟ أم صابر ست مصرية بسيطة كانت بتكره الإنجليز جدا، قضوا على جوزها الشيخ إبراهيم الأزهري اللي كان بيشتغل ضدهم سنة 1941، ووصاها قبل رحيله لما كانت حامل وقال لها إنها لازم تربي ابنهم على الانتقام من الظلمة، وفعلا خلفت ابنها صابر وعملت بوصية زوجها. بيت أم صابر كان ملجأ ومخبأ لكل الشباب اللي بيقوموا بعمليات ضد الإنجليز، وقدمت كمان ليهم السلاح اللي كان مخزنه جوزها في مخزن سري، وهي بس اللي كانت تعرف مكانه. أم صابر اتجوزت بعد كده من مزارع بسيط وكان ابن عمها واسمه محمد خليل، وفي يوم من الأيام كانت رايحة لمنطقة التل الكبير وراكبة أتوبيس نقل عام. نقطة تفتيش إنجليزية وقفت الأتوبيس على مسافة قريبة من منطقة التل الكبير، والنقطة دي كانت واحدة من نقاط التفتيش الكتير اللي أقامها الإنجليز وقتها في قرى ومدن منطقة القناة قبل قيام ثورة يوليو 52، علشان يقبضوا على كل الشباب اللي بيقوم بعمليات ضدهم. وصل الأتوبيس لنقطة التفتيش ووقف علشان يقوم عساكر الإنجليز بتفتيش الركاب، لغاية ما جه الدور على الست أم صابر علشان يفتشوها، لكنها رفضت بشدة. الكل اتفتش بمزاجه أو غصب عنه، عشان كده العساكر كانت في حالة من الذهول من موقف الست دي اللي فضلت على عنادها ورفضت إن أي حد يفتشها، وما خوفهاش كل العساكر اللي كانوا موجودين وكمان كانوا شايلين بنادق. الجنود الإنجليز من شدة غيظهم قضوا في الحال على أم صابر بسلاحهم، عشان كده بقت أول شهيدة مصرية في الإسماعيلية وكمان في منطقة القناة كلها، وألهمت أهالي مدن القناة ضد الإنجليز في الوقت ده. وكانت شرارة لأحداث تانية كتيرة جدا حصلت بعد كده كان ليها دور في الجلاء. أم صابر كرمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإطلاق اسمها على أول قرية أنشئت في مديرية التحرير، وكمان تم إقامة مسجد باسمها في القرية سنة 54، بس تم هدمه حاليا لإعادة بنائه بالجهود الذاتية. وعدد سكان قرية أم صابر دلوقتي وصل 20,000 نسمة، وهي كمان بتشتهر بزراعة المانجا وغيرها من مزارع الفاكهة. حكاية أم صابر معروفة مش بس للمصريين، لكن لكل العرب، وذكرها الشاعر السوداني الكبير تاج السر الحسن في قصيدته الشهيرة آسيا وأفريقيا، ده غير رسامين كتير تخيلوها ورسموا صور ليها، وكتب سيرتها كتير من الصحفيين والأدباء زي عبد الرحمن الرافعي، وكمان في كتاب طلبوا بتدريس سيرتها في المناهج التعليمية باعتبارها نموذج للعفة والوطنية عشان تكون قدوة للأجيال اللي جاية.